السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويارب الجميع يكون دايما بخير. الفيديو بتاع النهاردة في سير اوف اركيتكتشر هيبقى عن رمسيس وصواصف. موضوع في غاية الأهمية. رمسيس وصواصف يعتبر من أبرز المعماريين اللي ظهروا في القرن اللي فات، اللي ظهروا في القرن العشرين. عايزك بقى، مطلوب منك دلوقتي هجيب ورقة وقلم. الموضوع مختلف شوية عن اللي بنعمله. هنعمل ايه بقى من خلال الورقة والقلم؟ بعد ما اكتب بياناتي، الاسم، اسم الجامعة واسم المادة والتاريخ وأي بيانات أخرى ممكنة، هبدأ إن أنا هاخد كده نوت من الكلام اللي هسمعه من خلال الفيديو. تمام؟ طب ملاحظ إن هو على الإيد الشمال مكتوب في يوزر فيديو، وفي بارت 1 وبارت 2، في 2 فيديو معانا. هتسمعهم تسمعهم كويس قوي. تمام؟ وإنت بتسمع تاخد نوت. تمام؟ وهتلاقي في بوستر، عاوز تاخد ملامح بصرية لشكل المبنى. تمام، تبدأ ترسم سكتشز عندك. فيبقى الورقة هتبعتها عبارة عن نوتس مكتوبة عن رمسيس وصواصف زائد مجموعة سكتشز اللي هي ملامح بصرية. تمام، اللي وصلت لك. طيب عايزين نشوف مع بعض كده من خلال الصور هنعمل ايه. ده كده مبدئيا بوستر عن رمسيس وصواصف. تمام، البوستر طبعا ده انا مش عامله، ده انا جبته من خلال النت. صح، البوستر موجود تحت بالمكان بتاعه. ومستر بوستر ده ان هو كان متقسم في معلومات عامه عن رمسيس وصواصف واشهر المشاريع بتاعته. تمام، وقد ايه في الصوره بتاعته مع زوجته وبنته ان هو كان اسري، يعني بيهتم قوي بالاسره، وقد ايه ان هو كان قليل الكلام. تمام، وقليل الظهور. حتى دلوقتي هنشوف من خلال الفيديو اللي جاي اللي بتتكلم عنه هي بنته. رمسيس وصواصف ما كانش بيطلع يتكلم كتير، ما كانش ليه كتب كتير، والكلام ده أكده تلاميذ كتير لرمسيس وصواصف. تمام، يمكن من أشهر الناس اللي أكدت في الموضوع ده هو الدكتور والمعماري المعلم دكتور عصام صفي الدين. تمام، اللي هو عاصره عن قرب واشتغل معاه. قال عن رمسيس وصواصف إن هو كان قليل الكلام وقليل الظهور وقليل حتى الكتابات، لكن كان فنان في شغله. تمام، وكان بديع في شغله. هنشوف مع بعض دلوقتي في الفيديو الأولاني عن رمسيس وصواصف، وهي عبارة عن وجهة نظر. اللي بيتكلم هو بيتكلمش، يعني اللي بيتكلم بنته. حتى جائزة الأغا خان رمسيس وصواصف، يعني خد جائزة الأغا خان، هو حائز على جائزة الأغا خان، وللأسف يعني المؤسسة ادت له الجائزة بعد ما مات، واللي استلمها كان زوجته وبنته. طيب بنته دلوقتي عاملة فيديو من خلال اللي هو الساحة، وبتتكلم على رمسيس وصواصف الفنان، وبتتكلم على حلم رمسيس وصواصف تجاه المجتمع المحيط، وبتتكلم على توجه رمسيس عشان يخلي أو بيستغل إبداع العاملين. تمام، في مجال النسيج، يعني إزاي هو ما عندوش مكنة بتطلع منسوجات ستاندر، سواء المنسوجات دي كانت سجاد أو حاجة بتطلع على الحيط أو مفرش أو غيره. فإزاي هو بينمي الناحية الإبداعية، تمام، عند العاملين اللي هم أساسا شغالين وجايين من المجتمع والمحيط، تمام، اللي موجود حوالين المشغل ده. تمام، على أساس إن هو بيعمل تنمية للمجتمع من خلال إن يكون ده مصدر رزق ليهم، يقدروا يجيبوا فلوس من خلاله، فكده هو بيشغلهم وفي نفس الوقت بيدربهم. وقبل كل ده وده ان هو يعني ايه الحس الابداعي عندهم هو بيعليه. تمام كده، وقت فهو بيشتغل من خلال الحس الابداعي اللي عاملين في مجال الايه النسيج. يلا هنشوف مع بعض الفيديو الاولاني، وعاوزك كده تجيب نوتس. تمام، وهتبدا ترسم مجموعه سكتشات زي ديت، وهتبدا كمان ايه تاخد نوتس من كلام بنته. تمام، وهتسمعه كويس. بعد ما تسمعه هتاخد نوتس، وهيبقى ده بجنب مشاريعهم. فاحنا كده بنتكلم على الصوره البصريه، يعني انت لما شفت المباني دي ايه الخلفيه اللي جات لك عنه؟ الراجل ده ايه، شغال مودرن، بوست مودرن، شغال من بيئه معينه بيقلدها ولا لا؟ ده فهمها وبيحاول ان هو يحاكي. يعني الراجل ده انت لما شفت شغله وصل لك عنه معلومه ايه؟ ايه الانطباع اللي جالك؟ ده اللي انا عاوز اوصله، ده اللي انت هترسمه، وده اللي انت هتكتب عنه من خلال ايه، من خلال سمعك لبنته. وكتير من المعماريين في الفيديو التاني هيكلموا برده عنه. يلا هنقعد مع بعض كده نسمع، وانا مش هتكلم، مجرد بس انت هتسمع، هتعلي الفيديو وتسمع كويس وتاخد نوتس من كلام بنته، وبعد كده من خلال المعماريين اللي بعده، وهتكتبه في الورقه اللي عندك مع بعض الملامح المعماريه هترسمها سكتشز للايه للشغل بتاعه.
يلا هنبدأ مع بعض. ها اسمع كده معايا، اللي هو فيديو او فيو ذا فيديو بارت 1. البي رمسيس وحشنا والله، كان هو اب واحنا عياله حواليه. والدي وهو صغير كانوا بيسموه الفنان الصغير، لانه كان تملي يحب يمسك مثلا ورقه ومقص ويقصقص اشكال معينه. أنا سوزان ويسا واصف، بنت رمسيس ويسا واصف، المهندس اللي ابتدى النشاط هنا في الحرانية في النسيج. أنا اسمي لطفية محمد حسنين، أنا جيت وأنا عندي 12 سنة. والدي لما بدأ النشاط ده، هو طبعاً في الحرانية في الخمسينات ما كانش في اي تعليم، يعني ما كانش في مدرسه في القريه، كان في يمكن كتاب بسيط. الولاد دول ما كانش حد بيهتم بيهم او بيحاول يغير حياتهم، وهو كان حاسس ان ده ضياع، لان متاكد ان الولاد دول فيهم طاقه لو شغالها ووظفها صح هيقدروا يبنوا مستقبل لنفسهم افضل. انا ما بعرفش اكتب اسمي على الورق كده ولا حاجه خالص، حتى لو تديني ورقه وتقولي لي اكتب اسمك ما اعرفش، بس على السجاده حتى في مخي. ما حبش يغير حياتهم كليا، هو حب يضيف لحياتهم نشاط يقدروا بيه يعيشوا حياه افضل، وبالتالي الطاقه دي غذاها هو الطبيعه، هو مظاهر الريف، هي الحياة البسيطة. الولاد دول في البيئة اللي هم عايشين فيها يقدروا يستوحوا من خيالهم ومن حياتهم اليومية المواضيع اللي هي بينسجوها فيها. الباقي كان بيمر علينا، كان اللي نكسر حاجة يقول لها حطي ده شيلي ده، مشي الشغل كده روحي كده، يعني كان بيدينا الفرصة اللي احنا نجيب من عندنا. انا طبيعتي برسم النباتات، البص في الصيف بتقبل ورد وحاجات مزعزعة كده، اختار اي لون حلو ارسم وانا بقى بلون فيه. وهم بيشتغلوا بتبقى زي السحر، بتشوفي ازاي بيخلق العصفوره، بيخلق الورده، بيستخدم درجات الالوان المختلفه بمنتهى الطبيعيه ومنتهى السلاسه، يعني ما بيعملش مجهود. رحت فرنسا كانوا عشان عاملين معرض هناك وكانوا طالبين 2 بنات، رحت انا واحده ايه اسمها كريمه، رحت اتفرجنا وبقينا عاملين ناس، والناس حوالينا كده ايه بقت هيشيلونا شايل من على الارض، وهم فرحانين حتى بلبسنا، احنا كنا لابسين هدومنا زي كده والقمصان الملز ورايحين، يعني كان تشوفينا يعني تقولي ده ملكة الدنيا رايحين. ايوه انا شايفه نفسي فنان. يعني خالص الشكر والتقدير للساحة، فيديو في منتهى الروعة، احنا كلنا بنتعلم منه قد ايه بنته السيدة سوزان يعني بتتكلم وبتتكلم في موضوع في منتهى الأهمية، وعشان كده الراجل ده خد جايزة الأخان، قد ايه الراجل ده كان عنده نظرة وبعد مستقبلي، وازاي الراجل ده كان عاوز يرتقي بحياة الناس الموجودة في المجتمع المحيط بيه، فعمل المركز ده هوت تمام على أساس ان هو يعلمهم وفي نفس الوقت يدربهم، وكمان شغلهم كمان يعرضوا في معارض عالمية في مصر وبره مصر في أوروبا تمام، وياخدهم بحيث إن هم كمان يشرحوا شغلهم ويسوقوه. فيعني ولذلك الراجل ده أخد جايزة الأخان لما عمل حاجة أثرت في الناس والناس اتأثرت بيها. هنشوف مع بعض بقى دلوقتي الفيديو التاني اللي هو فيو ذا فيديو بارت، والفيديو بقى اللي جاي دوت هتلاقي فيه كتير من اساتذتنا بيتكلموا عن رمسيس ويصا واصف من خلال المئويه بتاعته، يعني هو مولود سنه 1911، فهتلاقي الفيديو دوت يعني حوالي كده 9 سنين اتعمل سنه
2011 على أساس إن دي كانت احتفالية بمئوية رمسيس ويصا واصف. اسمع كده برضو وهناخد نوتس عشان نكتبها في الورقة اللي هتتبعت. يلا بص كده معايا. تحت مظلة وزارة الثقافة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للثقافة وقطاع الفنون التشكيلية أقيم معرض للفنان المعماري رمسيس ويصا واصف بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده. يعني الحقيقة رمسيس ويصا واصف ده من الناس اللي ما خدوش حقهم في تاريخ العمارة المصرية، لكن هو فعلا يعني له مركز كبير قوي فيها، لأنه فعلا من أول الناس اللي لفتوا النظر للعمارة الشعبية المتوافقة، وبالذات العمارة اللي هي تنمو من الشعب وتزدهر في الشعب وإلى آخره. ولكن هو ما كانش يحب الأضواء، ما كانش يحب أنه يظهر، فكان لكن فعلا أعماله كلها من الأعمال التي وضعت أسس العمارة الشعبية اللي طورها بعد كده حسن فتحي. وحسن فتحي الحقيقة خد بها شهرة عالمية، برضو رمسيس ويصا واصف كان له شهرة بس لم تصل إلى شهرة حسن فتحي، لكن هما الاثنين تقريبا لاين واحد، وهو لاين العمارة المتوافقة، العمارة اللي هي بتنمو من الشعب وتخدم الشعب نفسه. النهاردة حاضر مش بصفتي عضو هيئة تدريس أو أستاذ في هندسة القاهرة، أنا حاضر النهاردة بصفتي المقرر لجنة العمارة في المجلس الأعلى للثقافة، وليا شرف إن أنا كنا من الناس اللي فكروا في فكرة هذا المعرض للاحتفال بمئوية ميلاد المعماري المصري الرائع رمسيس ويصا واصف. وهو الحقيقة معماري شديد التميز، وما خدش حقه أبدا لا في الشهرة ولا في أن المجتمع يعرف بهذه القيمة الشديدة التميز. فالمعرض معمول في هذه المناسبة للاحتفال بهذه الشخصية الرائعة، وما فيش مكان نحتفل به أحسن من المكان اللي احنا فيه ده، اللي هو بيضم تجمع كبير من الأبنية والمباني الثقافية المتميزة، دار الأوبرا، المتاحف، الهناجر، المجلس الأعلى للثقافة، وإحنا في قصر الفنون بنحتفل بالمعرض بتاع أعمال ونتاج رمسيس ويصا واصف. كلنا يعلم من هو رمسيس ويصا واصف بأعماله اللي هي في مجال العمارة ظلت باقية حتى الآن، تحمل عبق الهوية المصرية بكل ما تحمله من أصالة وفن راقي معماري. أمثلة عندنا متحف محمود مختار، صرح ثقافي حاليا هو يعني متحف ومركز ثقافي، هو اللي قام بتصميمه وبنائه، وعمل وأيضا كنيسة المرعشلي بالزمالك وبعض الأماكن الأخرى المعمارية اللي تظل شاهد عيان على الهوية المصرية لرمسيس ويصا واصف. وهو بيأكد لنا أن مجال العمارة هو فن أصيل مثله مثل الفنون الأخرى، كالفنون المجالات الأخرى في الفنون، ليظل دايما نقول نأكد على أن الفن هو اللي بيمثل التجسيد الأهم لوجهات النظر حول الجمال، وأن الفنان ومخزونه هو المحرك للعملية الإبداعية، وده اللي أمتعنا بيه رمسيس ويصا واصف. يضم المعرض أفضل أعمال الفنان الراحل رمسيس واصف، حيث اعتمد على تنمية الحس الإبداعي والفني وانعكس ذلك في أعماله. شفنا مع بعض كلام كبير نتقال، سمعنا على كلمة أو مصطلح العمارة الشعبية متوافقة، مش كده؟ تقال من خلال الدكتور علي رأفت، أو أستاذ الدكتور علي رأفت، وكان بيتكلم على ان الخط بتاعه او الفكر بتاعه وفكر حسن فتحي الاثنين كانوا متوافقين، والاثنين كان نابع من العمارة الشعبية متوافقة مع البيئة ومع المجتمع والخدمة المجتمع، يعني من المجتمع وخدمته. برضو سمعنا توافقه مع الفكر مع حسن فتحي كده، يعني الاثنين كانوا معاصرين لبعض والاثنين اشتغلوا مع بعض، ورغم ان الاثنين كانوا متوافقين مع بعض في الفكر، لكن كان كل واحد ليه اعماله المستقلة اللي ممكن تقول ده بتاع حسن فتحي وده بتاع رمسيس ويصا واصف مع التشابه، لكن في روح لده مختلف عن ده. برضه هنلاقي من ضمن الكلام اللي اتقال ان دي احتفالية بمئوية المعماري رمسيس ويصا واصف في قصر الفنون، تمام كده، اللي هي في دار الأوبرا المصرية، على اساس ان هي عرض لتصميماته المختلفة، برضه استعرضوا متحف محمود مختار وكنيسة المرعشلي اللي هي في الزمالك، وحاجات كتير اتقالت من أهم أعمال معماري رمسيس ويصا واصف. هنشوف تاني من خلال البوستر ده هوت الملامح البصرية
يعني المباني مختلفة، تمام، ومش مطلوب منك تقراها يعني، بس انت عايزك تشغل عينيك، تمام، وتفكر، تمام، من خلال الصورة البصرية. عندنا نماذج كتير للمباني دهيت، مرة مسقط أفقي أو مساقط أفقية، مرة صور 3D، تمام، مرة مبنى ديني اللي هو تحت اللي هي الكنيسة، فوق تمام دوت المبنى بتاعنا اللي هو متحف محمود مختار اللي هو موجود عندي في الجزيرة، اللي هو يعتبر قدام دار الأوبرا، تحت هوت المتحف بتاعه اللي هو البلان دهوت. مجموعة صور مختلفة ممكن تستنبط منها وتستشعر فكر المعماري رمسيس في وسط واصف. ده الغرض من ايه؟ من الفيديو ده، ان انا هستنبط الفكر اللي انا هستشعره، تمام، اللي انا بشوفه بعينيا واللي انا بسمعه بوداني من الناس اللي هم اتكلموا عنه، سواء كان ناس مقربين زي بنته واسرته او الناس المتخصصين في مجال العماره من الدكاتره اللي احنا سمعناهم. يبقى انا بكتب نوتس في الورقه اللي انا هبعتها وهرسم مجموعه سكتشات اللي انا ايه شايفه، تمام كده يا شباب. يبقى ده التمرين بتاعنا اللي احنا النهارده هنشتغل عليه. طيب يبقى انا دلوقتي هجيب ورقه واحده بس مقاس A4، هكتب الاسم والتاريخ، اسم الماده، اسم الجامعه، هكتب نوتس، تمام، الشرح اللي انا سمعته سواء مني او من السيده سوزان اللي هي بنت المعماري رمسيس وصواصف، او من دكاترتنا او اساتذتنا الكبار، تمام، الدكاتره المختلفه اللي اتكلموا في 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 موضوع فكر والعمران اللي نتج من المعماري الكبير رمسيس وصواصف. يبقى دلوقتي هكتب نوتس وهرسم مجموعه سكتشات لاعماله، واي حاجه انا عاوز اضيفها هضيفها من الانطباعات اللي جات لي من ايه من اعماله، تمام كده يا شباب. يبقى الموضوع النهارده مختلف، موضوع هيبقى من خلال الفيديو، يبقى احنا مجبرين بنسمع الفيديو، واللي احنا استفدناه من الفيديو ومن البوستر اللي احنا شفناه هبدا ان انا ارسمه، تمام، كسكتشز، وهبدا ان انا كمان اكتبه كنوتس، تمام كده. وشكرا لكم يا شباب، واشوفكم دايما بخير، وهنبدا نشتغل دلوقتي. دكتور كمال الجبلاوي.